السلام عليكم، معكم ايوب بيتر في فيديو جديد. اليوم نهضروا على الانستغرام وتاثيره عليك بالسلب اكثر من اللي راك تيماجيني. اليوم نعطيكم 5 اسباب علاش الانستغرام يضرك اكثر من اللي ينفعك. السبب الاول اللي هو انه الكرايتيريا تاعك يتبدل، بمعنى انت اكيد تشوف بزاف في الانستغرام، تشوف معايير يعني تاع جمال، تشوف معايير تاع رجال وتاع نساء فوق المعتاد يعني، وناس ما تشوفهمش في الصح، لانك لو كانت تكثر من هذا المعايير هذو تولي الناس العاديين يبانوا لك بشعين للدرجه يعني ما تيماجينياش، ومنها كي تشوف روحك في المرايا تشوف روحك أسوأ مقارنه بواش راك تشوف في الانستغرام. النقطه الثانيه واللي هي اللايف ستايل في الانستغرام، بمعنى انك انت تشوف في الانستغرام يعني ناس ديما زاهيين، ديما عندهم صور، ديما يضلوا يدوروا يضلوا يحوجوا، وانت راه كامل وانت في الدار ولا راه كامل وانت تقرا تحس روحك باللي راك مراتي، الناس كامل راهي زاهيه وفرحانه، وانت الوحيد اللي راك كئيب وعندك الروتين، ومنها ممكن تجيك ديبريسيون، ممكن تجيك يعني تتحطم نفسيا. لازم تعلم انه هذا واش راهم يديروا في الانستغرام هو مجرد لمحه فقط، بمعنى انه الناس هذو راهم يحطوه في اللحظه هذيك برك، يعني هو نهار كامل هو صامتت له المهم اللي شوي مليح يبان برك هكذا يدير لها فوتو يحطها لك في الانستغرام. يعني تيماجيني كل مره يحط لك نفس السعاده، تيماجيني انت تربطها في راسك باللي ما بين الفوتو الاولى والفوتو الثانيه نفس الحاله، يعني فرحان هنا وفرحان هنا، سمك تيماجيني بلي هو فرحان في النص. من هنا تقول هذا السيد راه ديما ميت بالسعادة او ديما زاهي وديما يدور، وغير انا اللي صامتت لي ومريح في الدار. النقطة الثالثة اللي هي behind the scene، بمعنى انه هذا الناس اللي تيماجيني فيهم واش راهم يحطوا لك في الانستغرام هي مجرد خرطي ديريكتوم، هكذا حاب نقول لك ديريكتوم هذا خرطي نصو يعني دي زونغل، وكاين شغل تحايل في لي بوزيسيون، وكاين فوتوشوب في الحكايه ثاني. فوتوشوب هو اكبر عامل يعني ممكن ياثر عليك. انا واحد من الناس يعني عندي خبره متواضعه في فوتوشوب، يعني كي نشوف كميه الفوتوشوب اللي تشوفها في الانستغرام يعني راسك يعبس، يعني تشوف فهمت وجههم ما في حتى حبه، الكور تاعهم مقطع، لذلك يعني ما من الافضل انك ما تكثرش من المتابعه تاع الناس اللي ما عندهمش يعني يقدموا لك حاجه في الانستغرام. مانيش نكلاشي في الناس، والله ممكن الناس تفهمها بلا نكلاشي في الناس، ولكن هذو اللي نهار كامل يحط لك غير في وجهه، نهار كامل يدير لك هكذا، وهذيك نهار كامل يدير لك هكذا والترام، هذو راح يضروك اكثر من اللي ينفعوك، وهذه دراسات يعني مؤكده، ماشي قال زعما ايوب بيتر اللي يقول لك فيهم. ولذلك انا بالنسبه لي يعني على الاقل ليش تقعد تتابعهم، على الاقل تكون على بالك ما تصراليش يعني ما اكتئاب، والله ممكن ما تعجبكش روحك في نهايه الامر. لازم تعرف باللي هذا كلش خرطي، كذب في الكذب. النقطة الرابعة اللي هي نقطة شوية حساسة، انك تشوف يعني بعض الانستغرامر والانستغرامز اذا صح التعبير، انهم اليوم شفتوا لبس نواظر جوتشي يسواو مع باليش انا 3 ملايين، المرة الجاية تلقاه نواظر واحد اخرين يسواو 4 ملايين، وهكذا دواليك. يعني في كل مرة تبان لك بلي السيد هذا ما شو القش جامي يعاود يلبس نفس القش اللي فات، انت تتحطم، لازم تلحق معاه، لازم انت ثاني تولي تشري وتبدل. لازم تعرف باللي هذا كامل دي سبونسور، يعني هذا السيد يعطيه له اللبسه ويلبسها يدير لها بيبليسيتي وينحيها ويرجعها لهم، يعني هذا الانسان ما عندوش هذا القش، هذه لازم تفهمها. لذلك يعني نورمال عادي، مره ما تقلقش من هذه الحكايه، ماشي لازم كل مره تبدل قشك، والله لازم تلحق معاه بدي مارك يعني غاليين بزاف، لانك كون ندير لك تيست دوكا اسكو صاحبك اللي قريت معاه اليوم ولا اللي اهتمام اسكو على بالك واش من صباطه ولابسو، اسكو شفيت له الصباط تاع البارح واش لبس، ما على بالكش هكذاك الناس ما على بالهمش، سما كون تلبس نفس القش ممكن مش عصرا لك عفسه كبيره، ولا اني تقول ما يشوفوني بنفس القش معناها انا راني والو، واحد ما على باله والله صدقني واحد ما على باله. رقم 5 واللي هي الهيلث ديسوردر، الهيلث ديسوردر معناها انه يصرى لك اضطراب في الاكل، هذه النقطة تخص البنات بصفة خاصة، لأنه بار إكزومبل في الأمريكان تالمو باك يشوفوا هذوك المودلز هذوك العارض الأزياء بزاف يعني
صرا لهم هكذا شغل كيفاش ديما هما رقاك هكذاك وديما متحوفين وحنا ما باليش انا واحد عنده كرش خارجه واحد ما عندوش ديك لاطاي المثاليه اللي هي كما قلنا هذا كامل خرطي وهذا كامل فوتوشوب وديزونغل وفوتوغراف ولا فوتو راكم تعرفوا كيفاه. صرا لهم هيلث ديسوردر، هذه ديسوردر يعني هما يوليو ما ياكلوش، كي يوليو ما ياكلوش ممكن تطيح لهم السكر، ممكن لاطونسيون، دونجي كبير. لذلك كاينين مشاهير يعني بداو يحسوا الناس بلي هذا كامل خرطي ولاو يوريو لهم يعني ما وراء الكواليس كيفاش كاين. كاين مام مغنيه مشهوره اللي ممكن تعرفها ممكن ما تعرفهاش، ما تعرفها أليسيا كيز اللي غنات نيويورك، هذيك مغنيه مازالتش دارت الماكياج ديريكتومون باش تحسس بلي البنات هذوك بلي ماشي لازم تكوني ديما باهيه وديما كيما الانستغرام. نقطة الأخيرة نوجهها لمشاهير الانستغرام، يعني لكش ما واحد فيكم شاف هذا الفيديو، على الأقل يعني سورتو البنات على الأقل لازم توريو لهم بلي ماشي لازم تكون هكذاك ونصو خرطي ونصو دي زونغل وماكمش عايشين ديك الحياة ليكم حابين تقنعوهم بها. على الأقل تكون عندكم شوية ضمير، الناس راهي تتبعكم، الناس عابتكم كيفكم، يعني على الأقل شوية الناس تعرف لا فيريتي وما تعلاش المور على ما تفسد ليهاش يعني نار. المهم إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو يعني اللي كان هو ظاهرة اجتماعية وهذا ما كان. إن شاء الله نلقاكم فيديو جديد. سلام.